اسم ضاها كل الأسماء لأنه ليس مكاناً أكاديمياً يتلقى فيه الطلاب أرقى المعلومات، بل هو صرح تربوي وإنساني ومنارة ثقافية، ما جعل الطلاب يتفاعلون في الأمور بعقلانية وإيجابية ويحللون الأحداث من منظار علمي ومنطقي. إنه المركز الدولي للعلوم التقنية CET، قصته هي قصة خيالات وأحلام ورؤية تجاوزت واقع الوطن. ولمناسبة انتهاء العام الدراسي وبرعاية وزير السياحة في لبنان وحضوره أواديس كيدانيان، أقام المركز الدولي للعلوم التقنية حفل تخرج دفعة من طلابه في الصفوف النهائية مستوى البكالوريا الفنية وصفوف الدراسات الجامعية مستوى الامتياز الفني وصفوف التكنولوجيا المهنية، وذلك في قصر المؤتمرات دبي في حضور فعاليات رسمية أمنية تربوية اجتماعية وكوكبة من الخريجين والخريجات الذين استلموا شهادتهم على المنبر. بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب، ألقى القنصل إبراهيم حداد كلمة تمنى خلالها أن يكون الخريجون رسالة للحق والإخلاص وأن يعملوا لبناء المجتمع. أهديتك المجد السنة يا معهدي، فغدوت للإبداع أعذب موردي، خرجت طلاباً ضمنت لهم غداً، فزه الطموح بهم لأشرف مقصدي، ووقفت عمري للعلوم ثقافة تسمو بلبنان العلا والسؤدد، واليوم سئت بكم متفاخر، هيو هيو افخروا أنتم بهذا المعهد، هو مثل لبنان الرسالة، مؤمن بالله إن في مسجد أو معبد. ثم كانت كلمة لراعي الحفل الوزير كيدانيان، أكد فيها أن التعليم المهني والتقني في لبنان يشهد مرحلة من النجاح والازدهار التي لم تكن متوقعة، داعيا الطلاب كي يسيروا باختصاصاتهم باتجاه تحريك عجلة الوطن. يمكن هذه أفضل مناسبة دكتور إبراهيم تنقول بأنه ممكن لأي إنسان يكون عنده بعد نظر أو يميز أو يكون مميز ببيئته، وحضرتك بتصور من المميزين، لأنه من 55 سنة مين كان يفكر بالتعليم المهني والتقني، ومين كان يقبض جد بأنه ممكن حدا يتخرج من معهد تقني مهني ويكون له فرصة عمل. واليوم عم نشوف بأنه فرص العمل عم تتزايد بالمهن أو بالاختصاصات يلي عم يتخرجوا منها طلاب المهنيين والتقنيين، ويمكن عم بيضيق المسافة أو المساحة للي عم يتخرجوا من الجامعات وعم بيعملوا أطباء ومهندسين ومحامين، وفيهم كلهم الخير والبركة، لكن البلد بحاجة أيضاً لتقنيين ومهنيين، لأنه هيك بينبنى البلد. ما فينا نكون كلنا دكاترة ومحامين ومهندسين، مفروض نكون كمان قادرين بإيدنا بشغلنا نقدر نكفي نمشي عجلة الوطن. في ذلك اليوم وكمثل أي طالب توقفت لأختار المناسبة والأفضل من بين المعاهد، وآثرت المركز الدولي للعلوم التقنية، وهو خير معهد، وهو منارة وقدوة في مجال تعليم المهن والتكنولوجيا، وإني لم أتوقع يوماً أن أعتلي هذا المنبر لأتكلم باسم رفاقي وزملائي، وأشهد لحب كبير وتضحية عظمى من معهد سئته لأبنائه الذين يلجون قلبه ويعبرون حناياه لينطلقوا نحو الغد الواعد. كلمتي ليست إلا عرفاناً بالجميل لمعهد ذابت فيه كل عام شمعة لتنير درب أجيال راموا مستقبلاً زاهراً فلاقوه، وحياةً مهنيةً كريمةً فانتهجوها، وعطاءً كبيراً لوطنهم فقدموه.
هذا وقد شهد الحفل أيضاً عروضاً متنوعة ولوحات فنية وتكريمات مختلفة.